جعفر، ايه واد واد يا جعفر؟ لا مؤاخذة أخرت عليك الفلوس، الزبائن كانوا مسافرين. ولا يهمك، كل شيء بأوان. طلباتك يا أم جعفر؟ الزبائن طالبين 5 أمتار من المنقط. هات من ده. من عينيا. مستنياكي يا اختي، بس ياكش تتاخري. عاوز اشرب اسوس يا امي. يا واد انجار يا واد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والنخل العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الله! يا سيدنا، أنا شفت العفريت بقى ما عفيت الا امك وابوك يا ابني الابلسه. انصت لي ما يتلى عليك. العفاريت اللي بتطلع في النهار بتبقى ملايكه. يالا اقرا يا ولد منك له. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فتحت امي بقماص العسل لقيته مليان مش، قامت خالتي قالت لها دي العفاريت بتهزر معاك. هي العفاريت بتعرف تهزر؟ امال؟ طب ده احنا عندنا حته عفريت ابن نكته صحيح، بيطفي اللمبه بالليل وبيسرق السم من الكراسي. لا ابويا ظابط من كام يوم بس ما رضيش يزعله. اصل زعلهم وحش. ازاي؟ بيجيبوا الاحلام كوابيس. ايه؟ وعاد الله سلام.
حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ يا دنايا يا ابني. في إيه؟ تعال يا جعفر، ما تخافش، ما تخافش يا حبيبي. أنا ما عملتك حاجة. مسكين الولد يا ابني بدري. تعال يا حبيبي، تعال يا ابن الجنية، ما تخافش. انا بقول نخليه معانا، اهو يتربى وسط العيال ورزقنا ورزقه على الله. جده اولى بيه، دي سرايته يتربى فيها جيش عيال. قدر مرضيش ياخده، وما كانش خده من الاول ليه؟ ما هو عارف امه طفحت المر علشان تربيه. نودهوله، وان ما خدوش يساويها ربنا اللي تشوفه. بس وانت رايح لم كراكيب المرحوم ابوه واديهم له معاه، دي امانه. هيحصل. بس رايك جدك يا ابني؟ جدي مين؟ امي كانت بتقول لي ده السجن، رجعني بيتنا عم ربنا يخليك. يا جعفر يا ابني، دي سرايه الراوي الكبير، جدك ابو ابوك، انت راجل طيب وبتاع ربنا. يلا بس. يلا يا جعفر. امسك. تحت باطن. عاوز ايه يا ابني؟ السيد الراوي الكبير موجود يا سيدنا. عاوزه في ايه؟ الصدقات بتتفرق يوم الجمعه بعد الصلاه. صدقات ايه يا سيدنا؟ ده انا جايب له حفيد ابن المرحوم ابراهيم الراوي اهو. اتفضلوا هنديله خبر. اتفضلوا. ابن المرحوم ابراهيم. يا دنايا يا ابني، الخالق الناطي ابويا نظري. تعال تعال يا حبيبي. اسمك ايه؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. مولانا بيقول انتظري بالولد لحد ما يأذنك.
غضبان على المرحوم ابوه من زمان، لكن الواد ملوش ذنب طبعا. ويجوز يعني يا مولانا، اخذنيش يعني، ان ربنا سبحانه وتعالى رتب الترتيب ده عشان يعوضك عن ابنك الله يرحمه في ابنه الله يكرمه. لله في خلقه شؤون. ونعم بالله. يعني قبلته يا مولانا؟ قدم بوس ايد جدك يا جعفر. ما تقدم يا جعفر. انا خايف. تعال يا ابني. انت اسمك ايه؟ اسمي جعفر. جعفر ابراهيم السيد الراوي. انت عارفني؟ بس خايف منك قوي. حد يخاف من جده؟ أبو أبوه. دي أوضتك يا جعفر، أهم حاجة إنك تحافظ على نظافتها علشان جدك يتبسط منك. مهم حنان هنا لوحدي؟ طبعا. نهار أسود والعفاريت. عفاريت؟ عفاريت إيه يا حبيبي؟ بيت جدك بيت طاهر، القرآن ما بتقطعش فيه ليل مع نهار. يعني ما عندكمش عفاريت؟ شوف، ما دام هتصلي فروض ربنا في مواعيدها يبقى ربنا هيحفظك من اي شيء يضرك. بس انا ما بعرفش اصلي. ما يهمكش، انا هعلمك الصلاه. اقلع هدومك يلا واسبقني على الحمام. هنصلي في الحمام. اي علي. خلاص اهو، علشان جدك يتبسط منك. تحرقي لي عليا بالطابور عشان جدي يتبسط مني. نفس شقاوه ابوك وهو صغير، بس ابوك بقى كان مؤدب. إلى الملتقى يوم الثلاثاء بمشيئة الله. إن شاء الله. تعال يا جعفر. جعفر يا شيخ صديق. بسم الله ما شاء الله، كيف حالك يا بني؟ هذا الشبل من ذاك الأسد. عمك الشيخ صديق هيتولى التدريس لك من بكرة إن شاء الله، وهيعلمك الكتابة والقراءة ويحفظك القرآن والحديث. طب والكتاب؟ الكتاب ده معمول للناس الغير مقتدرين، إنما الشيخ صدقي هيتولاك برعايته ويؤهلك لدخول الأزهر الشريف. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم يجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا شيخ جعفر، بارك الله فيك يا بني. ما شاء الله. جميل، صبي يبشر بكل خير. عفارم عليك يا شيخ صدقي. الفضل لله ولابننا جعفر في الحقيقة، فلا أظن أن صبيا في مثل عمري يحفظ القرآن الكريم كله حفظا صحيحا كما ترون. يعني يستحق المكافأة. والله إذا لم تتجاوز المكافأة معلمة فهو أهل لها. استحس انا جاي اقعد جنبك. تعال
شي خش شمال من هنا. على فين؟ وديني حارة مرجوش، هلعب نص ساعة بالظبط عشان خاطر. حاضر. حول ولا قوة إلا بالله. أهو ده اللي أنا كنت عامل حسابه. شفت؟ أنا من الصبح يعني بترف وحاسس إنها مش هتعدي على خير. روى يا أسطى، اجري يلا هات شوية بنهم لهم سليمة إن شاء الله. سيدي الكبير، سيدي الكبير بنفسه جاي على هنا. وعارف اللي حصل؟ وهو في حاجة بتخفى على جدك؟ أهم حاجة إنك ما تكذبش، ما فيش حاجة تعكنن على جدك قد الكذب. قول اللي حصل وأجرك على الله. انت عارف سببه ايه ده يا ولد؟ شيطان. وليه تطوع الشيطان؟ ما عدتش كرارها ابدا. ما عدتش تكررها عشان عارف انها غلط ولا عشان خايف من عقابي؟ عشان غلط وخايف برضك يا جدي. الخوف يولد الكذب، والكذب مفتاح كل فسق، وانا اربع ان حفيدي يبقى فاسق. اياك والخوف واياك والكذب، فاهم يا جعفر؟ جدي بلاش اروح حارق مرجوش مادام ده بيضايقك، بس ممكن اعزم ولد صاحبي ليله التلات. زميل من الازهر؟ لا، من مرجوش. لو سمح سيدنا. مين اسمه ايه صاحبك ده؟ اسمه محمد ابن السائق شكرون. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الف سلامه ابو الجعفير، سلامتك. مساء الفل يا حاج. ده اخويا هتستغرب تطرد لنا على حته التعويره اللي راحت ولا جت. ما احنا هو بنعرج ماشيين اخر حلاوه. ما فيش مانع تعزم صاحبك ليله التلات. هتصل معانا ليله التلات يا ورا. نسمع افديه ان حفظ الهواء. لا، نسمع اراك عصي الدم. يا عم غلاني يا شكل الحاج. طب ما تغني لنا انت. استنى يلا استنى يلا دو. يا شادي Run now.
الخارجية لو لقي التدريب الجيد لأصبح ذا شأن. أما تتولاه يا صاهر يا بندق؟ أتولاه فنيا نعم، على أن تتولاه أنت ماديا، ولتعتبرها صدقة من صدقاتك وخيراتك، صدقة فنية. الآية الأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والآية الثانية تقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا اختلف اللفظان؟ نرزقكم وإياهم في الآية الأولى ونرزقهم وإياكم في الآية الثانية. جعفر، ها؟ ماذا دهاك يا بني؟ لا أبدا، ما تأخذنيش يا مولانا. ألا يستهويك التفسير؟ لا، بس أنا. أنت ماذا؟ قل ولا تخف. كان نفسي أتعلم مزيكا زي شكرون وأطلع مطرب. ماذا؟ ها؟ أنا كان قصدي يعني أستغل صوتي في تجويد القرآن. قالوا لي إن صوتي مش بالطبع. جعفر، أنت عارف إنك بتكذب. الغيرة تسللت إلى قلبك من صديقك شكرون، وفهم إن حظه أحسن من حظك. لا يا ابني، أنت غلطان. كل ميسر لما خلق له. إذا كنت أنا تبنيت صديقك وبصرف عليه علشان أعلمه الفن الموسيقي لأنه جاهل وفقير، وكل ما يصبو إليه أن يكون منشد لما حباه الله من صوت جميل. أما أنت يا ابني فتملك من الذكاء والفطنة ما يجعلك تحمل رسالة العلم إلى الناس. قد اخترت لك الطريق الصعب، الطريق المناسب لحفيد السيد الراوي، فاهم؟ بارك الله فيك يا ابني. كانت غية أبوك في الدنيا الاسطوانات والكتب، ليل ونهار قراية وسمع المخروب ده. جدي طرد أبويا لم السراي. هس، هو تحسك؟ ولو إني ماليش أتكلم لكن هحكي لك. احكي لي إيه اللي حصل؟ جدك ما كانش حيلته غير أبوك، دلعه كتير الحقيقة، ما كانش يرفض له طلب أبدا. وفي يوم الأيام جه أبوك وقال له أسافر بلاد بره علشان أخد الشهادة، ما بخلش عليه وصفره. غاب ورجع من غير ما ياخد شهادة. قال إيه؟ اتعلم مزيكا. غضب عليه شوية لكن سامحه. جه خطب له أحلى بنات ومن أكبر بيوت، خلفه وراح اتجوز واحدة غلبانة من حارة مرجوش. أمي تتجوز بنت دلالة يا إبراهيم؟ حضرتك أعلم الناس إن مفيش مخلوق له فضل في رزقه. ابني أنا يتجوز مخلوقة جهلة؟ هي جهلة صحيح، بس بتعرف تحب. بتقول إيه يا ولد؟ الغني الحقيقي اللي ربنا اداه نعمة الحب. بتخالف أمري يا إبراهيم؟ ما تمنتش أخالفك في يوم، بس أعمل إيه؟ حبيت؟ برا! آه آه
الباب ده يا جعفر. انا اللي دبيت يا دادا وقعت. سلامتك يا ضنايا، الف سلامه. لا انت عدت صغير علشان تقع من على السرير. اصله زقني زقه شديده جدا. مين ده اللي زقك؟ قولي لي يا دادا، هو والدي كان بيلبس نظاره مدوره كده؟ تمام كده، ايش عرفك؟ يبقى هو. في ايه يا جعفر؟ ما كنتش زارك في المنام. زارني يا دادا. خير، اللهم اجعله خير. وقال لك ايه؟ اتعارك معايا في حضور جدي. حب، بيحبك فعلا. كان بيضحك بس زقني زقه جامده قوي في صدري. قلقان عليك في نومته يا ضنايا. كان معاه لقمه اخدها من الارض، اكل منها وناولها لي. هو اكلت منها؟ اكلت. جيب العواقب سليمه يا رب. انا هجهز لك الفطار على بال ما تتوضى وتصلي. اقرا له الفاتحه يا ابني، ادعي له. قلقان عليك في نومته يا ضنايا. ايه اللي قلقك يا ابراهيم يا راوي؟ نعم. لا ما استغناش يا استاذ حسن. خير يا سيدي؟ قلت لك ما استغناش يا حسن، بكلم روحي يا اخي. لا مؤاخذة. هدي السرعة شوية يا حسن. وقف يا حسن. اسبقني انت وانا هحصلك. ايه مستني؟ ايه ما تمشي. تتبعنا؟ انا كنت عاوز اشرب. مروانة، بدك تشرب لبن ولا مي؟ مروانة، ان كان معك فلوس بنعطيك شربة لبن احلى من العسل، وان كان ما معك بنعطيك شوية مي صدقة. ايش قولك يا شيخ؟ ما نلاقي قروش؟ خدي الريال ده كله ليكي، بس سقيني. مروانة، اعطيه ماله واتركيه ينصرف عنا بسلام. عابر سبيل عطشان يا يمه، ما نسقيه؟ شطان، ابعدوا ابعدوا، كفى يا انصات. كفى يا عزاد، ابعدوا. شطان، اقرب اقرب. كفى يا عزاد، ابعدوا ابعدوا. كفى يا عزاد. شطان شطان. اسمك حلو قوي يا مروانة. انتوا بتمروا من هنا كل يوم؟ روحي لحالك واتركنا لحالنا يا شيخ، روح.
عليك عشقتك ومين يقدر يمانعني يا بدر كتر الجفا والصد مانعني لا بسهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم لا اكل ما اكل ولا ليا جلد عالصوم السلام عليكم ورحمة الله. أخيرا وصلت يا همام. مرحبا يا شكرون، كيف حالك؟ معدن والحمد لله. وانت؟ أنا أحسنت يا شكرون، ولو أنك ابتعدت عما وعدتني به من الاهتمام بالإنشاد الديني. أهو بنمشي الجو يا مولانا، ساعة لربك وساعة لقلبك. بيهديك الله، خذ صديقك وضيفه يا جعفر. أمرك يا جدي. اتفضل. بالإذن مولانا. وقعت يا مولانا ولا حد سمع عليك. طول عمري كنت بستغرب ولعك بالنساء، النهارده بس عذرتك يا محمد يا شكرون. احبك. تطلع مين بسلامتها بقى؟ بنت مين؟ ما اعرفش عنها اي شيء. انت مش بتقول قابلتها؟ اشعر دوما اني في لقاء معها. هتعرفنا عليها طبعا. مفيش كلام. لقيتوش الا الحته المقطوعه دي تتقابلوا فيها؟ يا ام عداك الساعه كام؟ مفيش ساعه محدده، لكن المفروض ان ده طريقها المعتاد. طريقها؟ لنصبر خمس دقائق اخرى. تكونش من نسوان اللي شكرون. امال ايه اللي هيجيب واحده بنت ناس في حته مقطوعه زي دي؟ بس اهلت يا شكرون. هي فين يا ابني؟ ايه؟ طب استنى جعفر، كنت واثق انها ستجيء. هي فين دي؟ من فضلك انا وصديقي عايزين نشرب من لبنكم الطهور. رجع فلوسك لجيبك يا شيخ، لبننا ما هو للبيع، وان بعنا ما نبيع لي مثلك. ان كان شيطانك صور لك تغوينا بالمال، نحن قوم شرفنا هو عرضنا ما ينباع بالمال. حاشا لله يا حاج. ويكون بعلمك نحن ورانا رجال يقطعوا رقاب. صون عمرك ونزاع عن طريقنا يا شيخ، يكفيك شرنا ويكفينا شرك. الله ما تروق يا مامي. ابعد نزاع لاضرب العصا هادي في عينك. الله ما تقول يا شلا صحيح. فلولوا عليك فلو اشرب ما تعرف. حقك عليا حقك عليا يا حاجة. ما تستنى يا شكرون، احنا اسفين. واللي وجهك تقدمي يا بنت، قدمي قدمي قدمي، يلا قدمي. هي دي يا اخويا؟ يا ساتر. ما تفوق يا جدع بلا خيبه امل، بقى تصوم تصوم وتفطر على بصله. ارجوك يا شكرون. بلا شكرون بلا زفت، قلب دماغي وعمال تقول لي الجته والشعر والعينين. ده انت ذوقك بلا دي معزه راكبه حمار. اتعشيت يا سي جعفر؟ والله حضر لك العشاء. مالك يا ابني كفل الشرف؟ قلبي حاسس ان غيابك بره ورا حاجه. مالك يا جعفر؟ ما
مولانا يريد لقاءك في الديوان يا سيد جعفر. إلهي يبعد عنك الوسواس الخناس. خفت الديار فضيافتنا الليلة دي يا جعفر. زيارة فضيلة المفتي لينا تحمل لك بشرى عظيمة. فضيلته وافق على جوازك من بنته. بس أنا ما بفكرش في الجواز. أنت ما عدت الصغير يا جعفر. صحيح لسه قدامك مشوار في دراستك العالية في الأزهر، لكن أنا مؤمن بأن الزواج المبكر بيعصم الإنسان من الخطأ والزلل، خصوصا إذا كان من بيت طيب له مكانته واحترامه. مبروك يا جعفر. ألف ألف مبروك أبو جعفير. بنت مفت الديار حتة واحدة؟ مالك مكلدم ليه؟ أنا بحب مروانة يا شكرون. يا دي النيلة. وهتجوزها. لو جدك سمعك بتقول الكلام ده مش هيحصل لك. طيب عارف، ولما انت عارف بتزن على خراب عشك ليه يا دبور؟ انا جاي قصدك في خدمه يا شكرون. رقبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة كبيرنا ورجلنا، إن كان حاجات كلام قوله هو يجاوبة. يا مولانا أمدك الله بالصحة والعافية. يا أخويا اللي بيكلمك ده بحفيد السيد الراوي، رجل البر والتقوى. مين؟ السيد الراوي، رجل الطاهر بتاع ربنا. إحنا بتوع ربنا، ومش ربنا بيسلط أبدان على أبدان؟ احنا بقى الابدان اللي بتتسلط على المغفلين اللي زيكم. نبقى بتوع ربنا ولا لا؟ ايه اللي رماك علينا؟ انا جاي طالب ايد بنتكم المصون مروانة. معاك يا مال. كل ما املك مستعد للدفع في الحال. اقعد وطلع اللي في جيوبك. لا مؤاخذه عمنا، احنا جايين بس نربط كلام وناخد معاك. كلام ايه يا روح امك التراخ؟ ده بيقول كلام. فاضيين احنا للكلام والحواديت. معاك كامل كويسين، هاتوا المأذون. هلعنا عصابتك انت ايضا. ابوك يتزوج من دلالة لا اصل لها ولا حسب، وانت تتزوج من راعية غنم. ارادة ربنا فوق كل شيء. نكسة، لعنة، لعنة اصابت ذريتي ولا املك لها رادا. الفقر مش عيب، ومروانة يا جدي انسانة طهرة، لو وجدت المناخ السعر. جعفر، لقد اخترت ولتدفع ثمن اختيارك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اني الاوان عشان تديني اوراق ابويا اللي شلتها عندك امانه. جعفر يا ابني فكر يا دنايا في اللي بتعمله. جدك غرضه مصلحتك وكده. ارجوكي ما عادش لزوم الكلام ده، هاتي الاوراق عشان اخرج. له الفراق مكتوب علينا في البيت ده.
مش بإرادتي. كنت فاكره ندمان على طرده لأبويا وأمي زمان، لكن أهو بيثبت من جديد إن قلبه من حديد أو صخر متسلط. أوكي صوتك يا إسحاق. ما بيخفاش عنه شيء، يسمع يعرف، ما عادتش تفرق. الأيام هتثبت له مين فينا اللي هيتوجع أكتر. جعفر جعفر استنى، جعفر استنى يا ابني، جعفر يا ابني خد، خلي دول معاك. انا خلاص ما عدتش محتاجه في اي شيء، رجعي له فلوسه. دي مش فلوس جدك، دي فلوسي انا، كنت محوشاهم لك ليوم فرحك. ما كنتش اعرف انك هتفارقنا في نفس اليوم اللي فارقنا فيه ابوه، يوم جوازك. خد يا ابني، خلي قلبي يرتاح. هعتبرهم سلفة، اردهم لك حين ميسرة.
استني بس افهمك. لا مؤاخذة يا مروانة، شغلتني عنك الأوراق، أصل الأوراق دي كنز. فلوس؟ لا، أغلى من أي فلوس في الكون. دي مذكرات أبويا. أبويا كان فيلسوف كبير، كان شاعر وجورنالجي. كان بيبيع جرانين؟ لا لا، كان بيكتب في الجرانين. والدي ده شخصية غريبة، أنا متذكرش ملامحه، لكن حاسس إنه صاحبي قوي يا مروانة. بصي، كاتب هنا أحاسيسه لما شاف أمي أول يوم. وصف الأحاسيسه كانوا بيتكلم عني نهار ما شفتك أول مرة. بيقول: حين تلاقت عينانا شعرت أني سباح خلق ليعوم في بحور تلك العينين. شعرت أن شعرها ليل يدعوني للسهر. استني بس افهمك. بسرعة يا مروانة، دقيقة واحدة. جاي دقيقة واحدة. أيوة جاي. أيوة جاي أهو. ألف مبروك يا زين العرسان. الله يبارك فيك. مبروك يا عرفنا. الله يخليك، يا أهلا بيكو. أمال فين عروستنا؟ أصلها بتقضي حاجة وجاية حالا. حاسب الورق. يا أهلا وسهلا، يا أهلا، اتفضلوا استريحوا. يريح قلبك. جايبين لك مظبوط يا سيدي. الله يخليك، يا أهلا بيكو. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر، عرايسنا يلي هنا. إيه النظام؟ نعم، ما عمل عليك. جزاك الله يا محمد يا شكرون. يعني بتشوفه من آن لآخر؟ العيش والملح يجبرونا اشوفه يا مولانا، وانت اصل الاصول وابو الواجب. اذا بلغوا ان ادارة الازهر وافقت على عمل ملحق له بعد شهر من الان. وصل له الكتب دي علشان يذاكر، يمكن يلحق قطر العلم والنور قبل ما يفوته. مش هدخل الملحق. ما تركبش دماغك وماله، خليك حلو. جدك غرضه انك انت تضمن لك وظيفه ميري في ايها مدرسه، تقبض منها قرشين كل شهر تفتح بيهم بيتك. حد طايل؟ انت مش فاهم جدي بالمره. راجل ميت فل وما يتعيبش بصراحه ربنا. ده الظاهر بس، انما باطنه سألنا عليه. ده مستبد وقاسي ومتسلط. شال سيخ حديد في نوبه وضربك في رجلك عرجك.
ابويا عمل كده، ولحد يومنا ده بصب عليه وابوس ايده. هي دي الاصول يا جعفر، مش انا اللي هفهمها لك. ولا انا غلطان يا عروسه؟ كلامك زين يا شيخ، ولا كلامك زين. قولي للافندي بتاعك. شوف ابو جعفير، انا مستهيئ لي كده انك انت برضه هتحتاج تصرف بعد ما يخلصوا القرشين اللي معاك. تعرف تقول لي هتصرف منين؟ هشتغل طبعا. جميل، هتشتغل ايه بالصلاه على النبي؟ مطرب. ايوه هشتغل مطرب في الجوقه بتاعتك، وده مؤقتا لحد ما اعمل لروحي جوقه خاصه بي انا. خير يا مروانة. قلنا بدل النوبة ألف، ما دام بترشع وش الفجر، ابقى قول صباح الخير. صباح الفل والنور وكل حاجة حلوة. كيفما أصبحت يا ولد؟ جبت لك رطلين بلح أمهات تقوليش عجمية، والسمك المقلي اللي أنت طلبتيه. كله لا كده لا بس ارجع، دي خبطتين في الراس ترجع. امي جت بعد ما نزلت يا زين الرجال. حماتي ازاي حالها؟ بتقول لك الشيخ منصور مستنزل بكره بعد صلاه الجمعه، هو ومعاه الرجال. اشتكيتلها مني برضك؟ كيف مشيكي لامي همي ليل نهار واني في ذمه راجل بيوكلني من صوته؟ كيف الحريم؟ الشيخ منصور سابك تشرط عليك تترك شغله الغوازي هذه وتكسب قرشك من عرقك كيف الرجال؟ دي مش مهنه حريم يا مروان، دي مهنه الشيخ سلامه حجازي وعبد الحمولي وسيد درويش. يا شوم الرجال، قلت لك وتقف وتفضل خيرات. اوه 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 ا
عليها عيب. العيب عيبك يا تارك فردك تدرك وانت نايم بالعسل ناحي. اخزي الشيطان وامشي على البيت. امشي. كانت دراع وسياحة دم يا سجعفر. اي اي قلت لك عيب. والله حقك علي انا. كسر حقك على حقك. مروان. أنجب ولد، إنما بسم الله ما شاء الله، بدر منور، الخالق الناطق جده. ما نفسكش تشوفه مولانا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شيخة زي ابوه. اتفضل يا سيدي. اتفضل. كان جدك لسه بيصرف عليك يا اخينا. لا طبعا. الله اكل الاراضي اللي جبته منين؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء. سبحان من يرزق الغوازي واولاد الحرام. مش ناوي تستعجل وتشوف لك شغلانة عليها القيمة؟ وايه هي الشغلانه اللي عليها القيمه في نظرك يا سيدنا؟ اي شغلانه تعرف فيها زي الرجال؟ نص قراداتي مثلا. انت ناس وانت تتوصل لحماتك بتستعار منك ولا حب. هقول للناس زوز بنتي بيشتغل ايه؟ صباح علمي. كلامك ده فيه تجريح وانا مقبلوش. بايا ما تقبلوش بلا زفت بلا ديني. اللي يسمعك بيقول كده يقول عليك بتشتغل ايه ابو قاتو. اخرج بره بيه يا حشرة. مجرد بلطجي كنتوا بتدفعوا له عشان يحميكم. مروان ما عادتش محتاجه حمايته. اذا كنت انت محتاجاه غوري حصليه. والله وزنيت على خراب عشك. امك ما تجيش هنا تاني يا مروانه، مفهوم؟ يشرفني ويسعد قلبي وقلب كل فنان في فرقتي تشريف السيده الجليله سليله المجد والشرف هدى هانم صديق لحفلتنا الليلة. وده مش غريب على واحدة بنت أسرة اشتهرت بتشجيعها للفن الشرقي الأصيل. Thank you.
أهلك وعيالك سيبك بلا شغل ابنا فضك من ألف زمان ما بقاش في الدنيا أمان لابس كبة وقفطان وعامل بتاع نسوان ما بقاش في الدنيا أمان الولية كانت من سجمة على الآخر لاحظ أشكرونا فندي ناس برا عاوزين سيادتك اهلا وسهلا الهانم عاوزه حضرتك بر عاوزان انا يا نهار ابيض تعبوا جعفير يا فذة كل واحد يثيل عدته انا مش هثيل عده حد اما تشوف الليله السودا اللي مش هتعدي دي حقيقي حاجه جميله صوتك بديع يا هانم ده احنا اللي حظنا جميل انك شرفتينا وفرقتك كمان لطيفه خالص يا هانم سيادتك اللطف كله تعبوا جعفير تعال ما تتكسفش ده جعفر الراوي ابن السيد الراوي الراجل الكبير زي ما تقولي حضرتك كده الفن غواه ساب الدنيا كلها واشتغل معانا زي ما تقولي حضرتك كده الدروش في الطرب هايل تشرفنا سلم على الهانم ابو جعفير اهلا اهلا وسهلا لوزة بدور عليك احنا طمعانين في زياره تانية من الهانم ان شاء الله اكتب العنوان ودي لي السواق قوي قوي ثانيه واحده انا ما جدع الله تصبح على خير ابو جعفير الف سلام الف ايه يا بنت الحطاده اي الله يجازي شطنكم بسم الله الرحمن الرحيم خير في ايه جعفر ايه اللي عمل فيك كده تعال خش كوبايه ليموناتا يا لوز حاضر تعال ايه اللي جرى يا جعفر المجرمين انتقموا مني شر انتقام هما مين دول بلطجيه الترجمان اخذوا مراتي وابني امتى حصل الكلام ده احنا سايبينك في وش الفجر كانوا متربصين بيه في الحاره لا ينشكوا ما يوعى يصحوا البعده خد يا اخويا روق دمك ما عملتش محضر في التمن مهم دلوقتي اني انقذ مراتي وابني من براسنهم الولد لو اتربى في هذا الجو الموبوء هيشب لص زيهم
لازم نتصرف بحكمة وما نستفزهمش لحد ما بقى يعملوا فيه كل ده وتقول لي ما نستفزهمش. ده احنا نوديهم في 60 داهية. لا لا يا شكرون، بقول لك ابني عندهم وإنقاذه يحتاج للحكمة والتروي. تروي غور يا جاي لحد هنا برجليك؟ أنا جاي أخد ابني ومراتي. مراتك هتطلقها ودلوقت. أطلقها؟ إذا كنت ناوي تخرج من هنا سليم، أنت والبغل اللي معاك دي. طب وابني؟ أنا عايز. انسى إنك وسختنا بخلفتك، مالكش عندنا عيال، خلاص؟ وادي مؤخر الصدار والنفجة كده، تكفى روحك شرني، وان شفنا خلقتك هنا تاني قول على روحك يا رحمن الرحيم. فاهم انت الاخر يا روح امك؟ الله، هاتوا المأذون. انت هتفضلوا قاعدين مبلمين كده؟ ما تقوموا شوفوا لكم حل بدل قعدة الولاية دي. محدش عارف ربنا عمل كده ليه. يمكن اراد انك ترجع لجدك وتراضيه. مسألة جدي دي انتهت للأبد. أنا خرجت من عنده باختياري ومستعد أدفع ثمن الاختيار ده حياتي نفسها. أنا قصدي يعني أنا حاسبت لجدي والمروانة وللدنيا بحالها إني مش أقل من أبويا إبراهيم الراوي اللي اشترى حريته بالدنيا كلها. مفيش حاجة في العالم تقدر تسلبني حريتي، لا الثروة ولا الجاه ولا العنف ولا حتى ابني اللي اتخطف مني في غفلة من الزمن. شوقك يا صاحبي، انا غرضي مصلحتك، لكن اللي تشوفه انت ماشي على رقبتي ورقبة اللي خلفوني كمان. المهم ما تزعلش. يزعل منك ازاي؟ ده انت اخوات وعشرة عمر. خليك انت. منزل محمد افندي شكرون. انا محمد شكرون. يا اهلا استاذ. ازيك يا محمد افندي؟ تسلمي من كل رضا استاذ. اتفضل استراحه. اتفضل يا ابويا. شوف انا مش هضيع لك وقتك. يا هانم احنا في الخدمه، سيادتك تأمري. ميرسي. انا عامله حفله هنا عندي يوم الجمعه الجاي، هيحضرها ناس يهمني انهم يسمعوك، خصوصا مدير الاذاعه. ده شرف كبير قوي لينا استاذ. عاوزك تعمل بروفات كتيره انت وفرقتك عشان تقدموا لنا احلى اغاني. لك علينا ننجلي ليلتها اخر نجله. انا قايله لهم اني محضره لهم مفاجاه فنيه. بعون الله هاني هنطور رقبتك. يلزمك يعني. كام ايه؟ فلوس يعني؟ طبعا. خبر ده كلام برضه استاذ. لا مش كفايه ساعتك هتقدم لنا الشرف الكبير ده، كمان هناخد فلوس. خليك عامل يا محمد افندي. ايوه استهانم. وبعدين انت هتضطر تشتري بدل وهدوم جديده لفرقتك تليق بفنكم الجميل. خد 100 جنيه مؤقتا. بس دول كتير قوي استهانم. لا ابدا مش كتير. خد ها استناك. الساعه كام؟ الساعه 7 كويس؟ لو انت اموري ساعتك اجيب الفرقه ونبات هنا من الليلات. لا 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 لا. اللي جرى لك يا شكرون؟ اتجننت؟ ايه اللي اتجننت؟ عارفه ايه دي؟ طبعا مش عارفاها، لان ابوكي عمره ما شافها لحد ما مات. 100 جنيه. 100 ورقه. شفت بقى اتخضيت ازاي؟ الحق شبيلك بق ميه قبل ما اقول لك على طاقه القدر اللي اتفتحت لنا. كانت عاوزاك للوليه دي. وليه؟ قولي الملاك ده، البرنسيسه دي. الهي ربنا يعمر بيتك ويسعدك يا هدى يا بنت، يا بنت الاكابر. شكرون. خلاص يا لوزة، طلقنا الفقر بالتلاتة. اوعى تكون لعبت عليك وشريتك بالمئة جنيه. لعبت عليك نفسك يا بعيدة، هما الملايكة بيلعبوا على البني آدمين مغفلة. فين جعفر؟ قولي الأول اديتك الفلوس دي ليه؟ عشان نلبس ونتحفلط واحنا قابين على وش الدنيا. هنغني في الرداوي ويسمعونا الخلايق زينا زي عبد الوهاب وام كلثوم وصالح عبد الحي. جعفر فين؟ مش هنا، نزل وراك على طول. راح فين المجنون ده؟ يا عمنا. بصوا بقى اللي اوله فرد اخره نور. انا متفائل هذا الحاج. مات يا بابا. ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ ايش كمان ده؟ بصوا ايه وليلك انت؟ ايه يا بطا؟ انت بتبغي نفسك في حاره.
خايف ايه؟ امسك خد. انت كمان مش عايزين فضاء هنا. مات اتعبوني بقى اتعبوني. يلا عريس انت نبت ولا ايه؟ يلا ربنا بنعمة الفن بيسمو فوق كل شيء حتى طبقته الاجتماعية، بيشعر انه فوق كل الطبقات والمناصب. مش رأيك كده برضه؟ وده الحقيقة اللي شدني ليك، قصدي حسيت اننا ممكن نكون اصحاب. اصحاب؟ ايه؟ عندك مانع؟ مش القصد، بس اصحاب ازاي يعني؟ انا عمري ما شفت حد زيك كده يا هانم. احنا مش عارفين نودي جمايلك فين بصراحه. اتفقت معاه؟ الحمد لله والبركه في سعادتك طبعا. بونشونس. يا ابو جعفير قال ايه؟ عايزانا نبقى اصحاب. شفت حال الدنيا اتقلب ازاي؟ المهم انت قلت له ايه؟ ما قلتش طبعا. ما قلتش طبعا. اه في ايه؟ مدام لوزه الهانم عايزها. نعمان يا حبيبتي. بقطع دراع من هنا اهو، اما كانت هتضرب لك ميعاد مع لوزه. انا ماشي. ايه يا جدع؟ في ايه؟ في ايه؟ انا لا اشترى باي ثمن. هي فاكره ايه؟ كنت واخد المساله بسوء نيه ليه؟ مش يمكن غرضها شريف؟ شريف؟ اه. لو كان غرضها تلعب على اي راجل والسلام كانت لغيتنا انا. تقدر؟ آه انا بفهمه يعني. وبعدين دي ست وحدانيه، جوزها ميت والزامها ونيس. سيبك من العز والفلوس والقبه اللي هي فيهم، الست من غير راجل زي العود من غير اوتار، ما تطربش. وعلى كل بشوقك نمره التليفون مع لوزه. ان شاورت عقلك خد النمره وكلمها. ما تكلمها يا سي جعفر، هيخس عليك ايه؟ للاسف انتوا اقرب اصحابي ومع ذلك مش حاسين بيا. يابا ابعد عن النكد، النكد هيأثر العمر. لو كان ربنا رزقكم بولد كنتوا هتقدروا تتخيلوا مشاعر اب انتزعوا منه ابنه؟
يا عم هيتربى ويبقى 100 فل. ما احنا اتربينا في الشوارع وعافرنا وبقينا بني ادمين اهو. جرى ايه؟ مذمتها ليه؟ وبعدين قلنا لك ده نصيب، وانت راجل متعلم وتفهم يعني ايه النصيب. خلاص؟ ده غلب ايه ده؟ يا جدع رد انت. الو الو، مين يا فندم؟ انا جعفر، جعفر الراوي. اهلا اهلا اهلا. شوف بقى، اول ما تقعدوا مع بعض قول لها انا اتمنيت اللحظه دي من اول مره شفتك. ما كان هيعجبك خالص. الكلام الحلو يسعد الست حتى لو كان كذب. ها ساكت يعني؟ الحقيقه انا. انت ليه خايف تتكلم؟ المفروض ان اقول لك كلام لطيف يعجبك كده، لكن. لكن ايه؟ مش لاقي كلام لطيف؟ لا مش قادر اكتب. تكتب؟ شوف يا هدى هانم، انا مؤمن ان الخط المستقيم هو اقصر الطرق بين الطرفين. حقيقه رياضيه معروفه، مع ان معلومات ان دراستك ازهري. يمكن يتهيألك ان فارس اتمرد على طبقته واستعزب حياه الفقر لمجرد عشقه للفن. الصوره دي مزيفه مش حقيقيه. امال ايه الحقيقه؟ يمكن اكون اتمردت على جدي في يوم من الايام، لكن ما كانش بسبب الفن. امال بسبب ايه؟ بسبب الحريه. أيوة، أبويا اللي ما شفتوش علمني إن الحرية هي التاج اللي بيحطه الإنسان على رأسه فيصبح جدير بإنسانيته. بدون حريتي بيتلغي وجودي وأبقى مجرد عبد، اللي يملك تمن يملكه. فلسفة جميلة. عشان كده أنا مقتنع إن اللي زيي ما يصلحش للي زي حضرتك. ده لو كنت عاوز أملكك أو أشتريك. أمال عايزة إيه؟ عاوز أدخل معبدك أصلي معاك للحرية اللي بتعشقها ونصلي سوا. أنا مش أقل منك إيمان بالحرية يا جعفر، ولا لك تحفظ على فرق السن اللي بيننا إطلاقا. يعني اتفقنا؟ ها؟ حسوة فعل اللي ما يصلي على النبي. يلا يا عريس، أخرت على العروسة. ثانية واحدة. إيه في إيه؟ كنت هنسى حاجاتي. تتجوزي واحد من اللي بيمشوا في الموالد؟ جده السيد الراوي اللي كلكم تتمنوا تحضروا جلسه معاه، تنكروا؟ بس ده يقال انه كان متجوز من بنت بتضرب ودعه ومخلف منها كمان. دي مشكلتي مش مشكلتكم. تبقي كده بتمرمغي سمعه العيله في الواحد. اتبروا مني لو تقدروا. بني ادمين راح تطلعي وحشه لمين؟ ده الام لونيل ياسمين والاب عريض واسمين. يا سلام يا حته بسكره يا ترياء اللي معكر. يا سلام يا حته بسكره يا ترياء اللي معكر. يا عريسها يا زين ما انتهيت يا عشاق النبي صلوا على جمال. I'm
ازاي؟ الناس فايتة. مبسوط يا جعفر؟ نحمده على كل حال. رضا، نفسي ادخل جوه قلبك واعرف القلق ده سببه ايه. ربنا ما يجيبش قلق، هو بس يمكن يعني بعدي عن شغلي وكده. شغلك؟ ما تعودتش عيش عاطل. ما احنا اتفقنا انك هتدير املاكي واطيان بصفتي جوزك، وهي دي شغلانة. قبل ما تشتغل مع شكرون كنت بتشتغل ايه؟ كنت بدرس. وهي دي شغلانة؟ كان المفروض لو كملت دراستي ان اكون مدرس لغة عربية. وما كملتش ليه؟ لانها مهنة اختارها لي جدي، ما اخترتهاش انا. ولو كنت انت اخترت كنت هتختار تدرس ايه؟ ادرس قانون. ايوه، كنت اتمنى ادخل الحقوق واشتغل قاضي او محامي كبير ينتزع للناس حقوقهم. وانا موافقة، كمل دراستك وادخل الحقوق، وانا هعتبر دي شغلتك، ادفع لك عليها مرتب طول ما انت بتنجح. ايه رايك؟ دي خدتيها جد؟ انا بحلم كده، بحلم. اي حقيقه جميله في الدنيا ابتدت مجرد حلم وتحقق. اعمل اللي عليك واكيد ربنا هيحقق لك حلمك. ادرس وليه لا، ويوم ما تنجح هيكون نجاحك اعظم شغلانه عملتها في حياتي. انت مش يهمك تساعدني؟ عايز مرتب كام؟ ما تعرفين انا النهارده من حكايه الصالون دي. انت ما حضرتش المره اللي فاتت وكلهم سالوا عليك. انا بصراحه بزهق من قعدتهم، ما بلاقيش حاجه اقولها. مش ضروري تتكلم عشان تبقى موجود، بالعكس انت لما بتسمع اللي بيتقال وبتستفيد من كل الاراء ده في حد ذاته وجود. المنطق بيقول كده. دايما تغلبيني. وهيجي لك وقت تتكلم والناس تسمع. ازيك يا راجل يا طيب؟ اهلا يا بيرم بيه. الدكتور طه حسين مثلا. اهلا 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 يا دكتور طه. اهلا وسهلا. بونسوار مدام سوزان. بونسوار هدى. اهلا اهلا وسهلا. اخيرا شفناك يا دكتور. اهلا يا بيرم. الشيخ زكريا معاك؟ هيروح فين يعني؟ زمانه جاي. اهلا يا دكتور طه. اهلا وسهلا. مين؟ كامل الشناوي. اهلا وسهلا. ازيك يا كامل؟ اهلا اتفضل. سبع جرايد اقوم من نومي اقراها. طمست بصيرتي وضاع العقل وياها. الأولى حشوها تشليق وسفاهة، والتانية توضيب وروتوغراف ووجاهة، وجنب دي الزخرفة أخبار سمعناها، والتالتة طلع لنا دلع عن سنسفيل طاقة. الله 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 الله. الرابعة تنشر مقالات وتتباع، والخمسة تقول على أرتيست محلاه. ايوه. والسته تحط فيها 600 عاهه. والسبعه اهي اعلانات الحجز مليانه. اهي جرايد من الجوت اشتريناها، ولما زاد الورق بالورق بعناها. يا سلام يا سلام يا بيرم. عفاري ماشي بيرم، والله عفاري. بردون يا جماعه. Oh, I
خير يا هدى؟ في ايه؟ كبير ما جاش. ايه يعني سعد كبير ما جاش؟ مش مكفيك الكوكبه اللامعه من الضيوف اللي موجوده جوه في الصالون؟ سعد بقاله 5 سنين ما تاخرش عن صالوني دقيقه واحده. انا خايفه اكون واحده على خاطره. من ايه؟ من مقابلتك ليه اخر مره. وانا غلطت في حقه؟ لا، قابلته بفطور مع ان المفروض انه ضيفك. انت عارفه اني ماليش في السياسه وقلبه الدماغ دي، ثم انا ما بحبش اللي بيسموا انفسهم بالشيوعيين. 100 مره اقول لك سعد مش شيوعي. مش اتنازل عن ثروته للمعدمين؟ يبقى ايه؟ يبقى اشتراكي مش شيوعي. وايه الفرق؟ اقرا وانت تعرف. انا ما اقصدش اضايقك يا حبيبي، لكن عايزاك تملي مركزك وسط ضيوفنا. انت شايفه اني مش مالي مركز يا ست هدى؟ لا، قصدي من ناحيه المعلومات العامه والثقافه بشكل عام. انت حقيقي شاطر جدا في اللغه العربيه، لكن اتفاجئت لما اتجوزتيني اني مش مثقف. لا ما تكبرش الموضوع امال، انا عشان بحبك عايزك تبقى اعظم من اعظم راجل في الدنيا. بينه جه. هو فعلا جعفر رايح فين؟ مش معقول نسيب الناس جوه قاعدين لوحدهم. ايه ده يا سعد؟ قلقنا عليك قوي. بونسوار مدام، اسف التاخير. طب يلا تعالى. المره الوحيده اللي اتاخر فيها سعد كبير وصل قبل سلامه موسى ما يقرا لنا مقالته. طبعا يا سيدي، الدم الاشتراكي بيحن. قايل ايه الاستاذ سلامه في مقالته؟ الحقيقه انا بتكلم عن وباء الكوليرا. يا لطيف، الطف يا رب. ايه ماد يا بيرم، خلينا نعرف ايه عن الكوليرا. ربنا يجعل كلامه غير معدي. اتفضل قول يا سيدي. المشكله التي تتحدانا في مصر الان هي الفقر. ولا قيمه لاي امه ولا معنى لاي رقي ما لم يكن الهدف هو مكافحه الفقر وما يجري من حرمان وجهل ومرض. فالفقر والجهل والمرض اوبئه تصيب المجتمع فتحل اوصاله وتلقي به في ظلمات الجهل. ببركة رضاك ربنا مسهل لي سكتي والقش معدن والحمد لله. سبحان الله العلي العظيم، اشهد ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مش ناوي تكمل سعادتي بقى وترضى عن جعفر؟ جعفر الوقت بقى حاجه تانيه، اكيد ما انت سامع وعارف. الست بتاعته بنت اكابر ومن بيت طيب، بنت صديق باشا الله يرحمه، كان حبيبك ده حتى على وش ولاده. هتجيب لك مولود يشرفك، ابن اصل مصفي، وهي مناسبه نلم الشمل وحق من كتب لنا اللقاء. ترضى عنه بقى وتريحني. الله العظيم الذي لا اله الا هو. مش سامع لمؤاخذه. لمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. طمني يا جعفر، النتيجة ظهرت؟ نجحت طبعا. مبروك يا حبيبي، ألف مبروك، ده أسعد يوم في حياتي. زي ما تكوني ما كنتيش واثقة إني هنجح. بالعكس يا حبيبي، أنا كنت متأكدة من نجاحك، بدليل إني محضرة لك هدية تليق بمقام المحامي. جعفر، جعفر، أنت هتقدر تجيبها. يا اخوي، يا اخوي، لا حرام عليك يا جعفر، مش كده. ربنا يخلي. الا انتوا ما جبتوش عيال ليه لحد دلوقتي؟ بكره ربنا يديهم ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبفضله انعم علينا بالمال. ما نصبرش شوية على البنون؟ اخبار الشاوي ايه يا جعفر؟ احنا جوعنا. عندك حق. Thank you.
الو جعفر بيه. مرحبا. جهزوا لنا السفرة. اوعى تكون حر وقتها زي المرة اللي فاتت. لا المرة دي خدت بالي. اوراق ايه بقى اللي جايبها سعد بيها؟ مفيش فايدة يا سعد، مضطرين نصرحه في الحقيقة. اتفضل يا سيدي، ادي عقد المكتب اللي اجرته لك، وادي المفتاح. مكتب؟ عارف بقى اذا كان زوي عجبك ولا لا، وعندك مكتبه مش موجوده عند اكبر محامي في مصر، بقى لي 6 أشهر بقضب لك فيها، مش فاضل غير الزباين، ودي بقى انت وشطارتك. وليه ما جبتش الزباين بالمره يا سعد بيه؟ للاسف معظم الزباين اللي عندي ما ياكلوش عيش، ويمكن ما يعجبكش. ليه؟ بحكم التزام السياسي فانا بطلع قضايا العمال المفصولين من اشغالهم او اللي ليهم مشاكل مع اصحاب رؤوس الاموال، ودي قضايا غالبا برفعها بدون اتعاب، لان اصحابها من اللي بيباتوا من غير عشاء. امال بتصرف منين؟ لما بيقع لي زبون دافيان بعوض منه القديم والجديد. ده طبعا اسلوب يناسبني انا ويمكن ما يناسبكش. اختار انت لنفسك الاسلوب اللي يوافق ظروفك. حيث انك ما بتكسبش من زباينك الفقراء دول، عندك مانع تبعت لي منهم قضيه ولا اتنين؟ بالعكس، ده انا اتبسط جدا انك اكسب لهم محامي مستلمي زيك. بس حتى انا بعت لحاجه جعفر بيه، اللي بيمشي في السكه بتاعتي دي بيتعرض لمتاعب كتير قوي، اهيافها انه ما ياخدش اتعاب. الظاهر انك لسه ما عرفتنيش كويس يا اخ سعد. برضون انا المفروض انبهك، المساله مش رومانسيه، ده قضيه فكر ومجتمع. انا بفضل الله من الرجال اللي خلقوا من اجل المتاعب. اوكي. الاستاذ عنده جلسه الصبح، مش ينام بقى شوية عشان يقوم يرتاح؟ يا ساعة كام جالي؟ بعد نص الليلة اهي، 12:30. يا طب زبيني انت، اخلص المذكرة دي واحصلك. هدى، من فضلك حضري لي 500 جنيه عشان اخدهم بكرة الصبح وانا خارج. تصرفت الالف جنيه اللي خدتهم الاسبوع اللي فات. وايه المشكلة؟ مفيش مشكلة يا حبيبي ولا حاجة، بس انا ملاحظه ان مصاريفك زادت من ساعه ما فتحت المكتب. شيء بديهي، قضايا بتتعرض عليا ولازم اتصرف. لما عامل غلبان زي ده يمسكوه في مظاهره وهو ماشي في امان الله ويحبسوه ظلما وعدوانا، تقدري تقولي لي اهله هيصرفوا منين؟ معنى كده انك محتاج للفلوس علشان ادفع لاسرته مصاريفهم لحد ما برأ لهم اللي كان بيعولهم، وهجيب الانساني بيحتم عليا ان انا انت عارف طبعا اني عمري ما اتناقشت معاك في مساله الفلوس، وعارف ان الفلوس اخر شيء ممكن يشغل. بمعنى ايه؟ يعني مش معقول يا حبيبي تاخد القضايا مجانا وكمان تدفع من جيبك. حتى وانا شايف الناس محتاجين. احتياجهم ده قضيه المجتمع كله مش قضيتك لوحدك، والا هنصرف كل ثروتنا على المكتب بتاعك ونقعد نشحت يا حبيبي. اذا كنت بتقلد سعد كبير ثم سعد ده مش محامي، ده مجرد فجر قضايا ياخد منك انت ليه، ده ولا غلط وكلام فارغ. ده مش كلام فارغ، ده بيوازن بين وعامل اشتراك وبيبقى بدل سعد. وانت مهنتكم المحاماه والمفروض انكم تعيشوا من مهنتكم. انت بتعايريني بالفلوس اللي باخدها منك يا هدى؟ ايه ده يا جعفر، انت عارف ان ده ابعد شيء عن دماغي. يقولك بقى اني مش هاخد منك ولا مليم بعد كده. عيب يا جعفر تفكر بالطريقه دي. انا طب انا والمعلوماتك ما كنتش ناوي اخد الفلوس دي للابد. لا انا بعيد عندي كل حاجه باخدها عشان اردها لك حين ميسره. انا مش قصار. يسقط بيبي، يسقط الاستعمار، يسقط الاستعمار، يسقط معاهد البيبي، يسقط معاهد البيبي، يسقط معاهد البيبي، يسقط الاستعمار، يسقط بيبي، يسقط بيبي. ولا يحرمناش منك يا سعاده البيت. المهم اطمني ان شاء الله هيفرج عنه في اقرب وقت. Yeah.
يسقط. الظلم. جعفر الراوي 1947. كده يا جعفر؟ جعفر ازاي تعملوا كده في ولاد الناس؟ ليه ما افصحتش عن شخصيتك من الاول يا جعفر بيه؟ وايه اللي حشرك في وسط الرعاع دول؟ نودي وشينا فين من هانم دلوقتي؟ ما كناش نعرف عنك اهتمامك بالسياسه يا جعفر بيه. مظاهره حته واحده. اللي انا مستغرب له انك رفضت تجاوب على اسئله التحقيق. المساله كان ممكن تنتهي ساعتها. لاحظوا انها التجربه الاولى بالنسبه لي. أنا من رأيي إنك تستنى يا دكتور، يمكن يكونوا ضربوه على دماغه ولا حاجة. هتتكلم يا جعفر؟ ساكت ليه؟ أنا ما مشيتش في المظاهرة. طب ما قلتش ده في التحقيق ليه؟ ولا كنت أعرف المظاهرة دي أسبابها إيه؟ وما كنتش قريت عن المعاهدة اللي الناس بينادوا بسقوطها. الصدفة وحدها هي اللي قادتني للموقف ده. سيئة طبعا. بالعكس، دي صدفة تاريخية في حياتي، صدفة مؤلمة لكن عظيمة. تقصد ايه يا جعفر بيه؟ ربنا اراد ان يوجهني الطريق، ما كانش ممكن امشي فيه لولا الصدفة دي. المسألة اخطر واعمق من مجرد سوء حظ قدني الى السجن. المسألة اخطر واعمق. جعفر بيه اهو وصل. عبد الله بالسلامه يا بيه. عبد الله بالسلامه يا بطل. انت اللي جعفر بيه. هات النبي احسن. عاش البطل الحر الثوري. عاش البطل الحر الثوري. عاش عدو يا عم. وديك بقيت بطل شعبي كمان. الاهالي بتعبر عن مشاعرها تجاهي لانهم شعروا اني شاعر بنبضهم. مش كفايه انك تشعر بنبض الناس يا جعفر بيه، يبقى اجمل لو تدرك بالوعي حقيقه مشاكلهم. تتهمني بالغفله يا سعد؟ برضهم انا ما اقصدش فعلا. انا رغم انتسابي لاسره من اعرق الاسر الا ان لي جذور الشعبيه القديمه. ده ملوش اي علاقه بالثقافه السياسيه. هو انا لازم اكون شيوعي عشان يبقى عندي وعي؟ مش شرط، لكن مهم قوي انك تقرا سياسه ويكون لك منهج مدروس يا جعفر بيه. بحور النضال الوطني المتشعبه، والانسان اذا ما حددش لنفسه منهج هيلاقي روحه وسط امواج ما عندوش القدره على العوم الصحيح فيها. انت قريت كم كتاب في السياسه؟ السياسه بتشمل الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والفلسفه. كم كتاب يعني؟ ضعوها في غرفة المكتب بعناية. ايه ده كله يا جعفر؟ كتب في الاقتصاد والاجتماع والفلسفة وخلافه. اشمعنى؟ نويت ابطل حجج المتحزلقين من اصدقائك اللي بتشدقوا بلسان السياسة، وعرفهم اني في قدرتي اقرا كل اللي اقروه في شهور قليلة. عايز تقرا عشان ترد عليهم ولا عشان عندك الرغبة انك تعرف فعلا؟ يستوي الامر. في واحدة ست بتسأل على سعادتك. مين دي يا جعفر؟ ده دباجة؟ ايه اللي موقفك كده؟ جعفر انا جايه لك يا ابني، وعشمي ما تردنيش مكسورة الخاطر. واموري يا دادا. جدك بيموت يا جعفر. امل يا ابني انه يغمض عينيه وهو راضي عنك. في ايه يا جعفر؟ Thank you.
أكتر من سنة زي ما انتوا شايفين، وهو منعزل لوحده في العزبة، لا بيجي ولا سمح لنا نزوره. في الأول كنت فاكرة الحكاية مجرد نزوة وهتعدي، لكن انتوا ليه مش متصورين إن المسألة جد؟ مش يمكن يطلع لنا بمؤلف سياسي جيد؟ انتوا بس تدوروا فرصته. أهم حاجة تاخدي بالك من صحتك ومن الأولاد، وسجعفر نسير ويرجع. أنا أعتقد إن وفاة جده وحرمانه من مراته له دخل كبير في حالته دي. اولا جعفر مش محتاج لمراس جده، ثم ان على المستوى الانساني تقدر تقول انه كان مقطعه تماما من قبل ما نتجوز. لا تستطيعوا ان تضعوا العربة امام الحصان، انتظروا حتى يعود فنرى ما تتمخض عنه التجربة، فقد تكون شيئا يستحق الدرس. سمتو خالد، سيدي جعفر بيه وصل. مش معقول، يا ما انت كريم يا رب. جبنا سيرته القط جايبه. ما بقالنا سنه بنجيب في سيرته، ما نطش ليه؟ الحمد لله على السلامه يا جعفر. خلصتوا الحمد لله؟ مين عندي جوه؟ كلهم موجودين جوه. وحشتنا قوي. ارجو ان يكون عندكم الشجاعه والمقدره انكم تنسوا كل اللي قريتوه وعرفتوه في حياتكم، فبين ضفتي هذا الكتاب تكمن النظريه التي تذيب الفوارق بين كل النظريات. سيسجل التاريخ انكم اول من اطلع على هذه النظريه التي تحتوي على حلول لكل المشكلات في كل زمان ومكان. انا احسبها وديعه بين ايديكم، اقروها وحاولوا تستوعبوها وزفوها بأنفسكم لكل بني البشر. أنا طالع أنام. عملنا 30 حفلة في تونس ومراكش، الناس كانوا هيتخبلوا علينا. علم سميعة، بتفهم في الطلب صحيح. بعت لك يجي 7 جوابات. ما همش عليك تلاقيني بكلمتين في جواب. لوزة قالت لي ده خلاص، كبر بقى ونسينا، طلع فشر. جعفر ده ابن أصول، وما تهونش عليه العشرة أبداً. والله سلامات أبو جعفير. بمجرد أن ينتهي الأصدقاء من قراءة الكتاب وتتلقفه ماكينات الطباعة بحروف كل اللغات، ساعتها تعذرني يا شكرون، أنا قضيت فترة طويلة شبه غائب عن الوجود. لألف سلامة. بيجيلك بوخة؟ كلام ملوش معنى. ألو؟ أهلا يا ودهاب. طبعا طبعا. أنا جيت عشان أناقش في الكتاب. الظاهر انه يتحامل الكلام. انت كمان لما هتفهميني زي ما ناقشناه مع بقيه الزملاء. مالوش معنى. تلك النظرية التي تقوم أول ما تقوم على إيجاد المركب الموضوعي الذي تتلاقى عنده الحتمية التاريخية والحتمية البيولوجية ليتولد من لقائهما حرية الإنسان. الحرية.
الفكر، الأخلاق. وأنا هنا أتساءل، كيف نميز بين ما هو أخلاقي وبين ما يتنافى مع الأخلاق؟ إن الحرية هي إحدى ركائز مثلث الحياة، حيث الركيزتين الأخرتين هما الفكر والأخلاق. وأنا قد أتفق مع سان سيمون في فكرته عن تكوين جمعية من 21 عضواً تحكم العالم، ولنأخذ لنا من مبدأ المسيح حين يقول: أحب قريبك مثلما تحب نفسك. المسجون جعفر إبراهيم السيد الراوي، المسجون جعفر إبراهيم السيد الراوي. ما بتردش ليه يا مسجون؟ سياسي 20 سنة بصحح لكم، ما بتفهموش؟ مسجون سياسي. سياسي ايه بس يابا؟ ده انت قاتل قتيل طويل عريض. بسبب ايه؟ ها؟ واحنا مالنا بسبب ايه؟ المهم انك قتلته وخلاص. في مناقشة سياسية، ابقى مسجون سياسي دغري، المنطق يقول كده. اديك هترتاح مننا يا عم، جالك افراط. سميني لم اقصد قتله، هو اللي انت قلت ايه؟ افراج. تمام امانتك يا جعفر؟ تمام. ما كنتش مآمن اخرج الاقي الكتاب لسه موجود، فسجلته جوه. مش مشكله، بقى عندنا نسختين. مين هيستقبلني؟ للاسف بعتنا على كل العناوين اللي اديتها لنا، ما استدلناش على حد. ليه؟ رحت سرايه مراتي الله يرحمها؟ السرايا نفسها ما عادتش موجودة، اتبنى مكانها عمارة كبيرة. لازم ابني هو اللي بناها عمارة، أحسن برضو. ابنك مش موجود في مصر، مالوش أي عنوان، وعرفنا إنه هاجر عند إخواله في إسطنبول أظن. هتروح فين يا جعفر؟ هخرج أواصل نشر رسالتي. وده عشان اواصل نشر فلسفتي الجديدة اللي هتنقذ البشرية من الضياع والهلاك. تلك النظرية تعتمد اول ما تعتمد على ايجاد المركب الموضوعي الذي تتلاقى عنده الحتمية التاريخية والحتمية البيولوجية والحتمية الأيديولوجية، ليتولد منها حرية الإنسان. نعم أنا أتمرغ في التراب، لكني في الأصل هابط من السماء. أنا المستهين الوحيد بالحياة، والحياة لا تحترم إلا من يستهين بها. كل ما تسألون الله ألا يقع لكم، أنا ذهبت إليه على قدمي. مني بلا فخر بحر من المعرفة. جعفر؟ جعفر الراوي؟ جدي أوقف كل ثروته للحسين، فهل أنا أغنى من الحسين حتى يوقف له ثروته؟ أنا من صنف من البشر لا يوزن. هاتوا بالعافية. أنا من هزم كل الأعداء وما زلت أحيا. أنا محمد شكرون يا جعفر. يا جدع تعالى، أنا محمد شكرون. تعالى جعفر. ومع ذلك فأنا لا أيأس أبدا، أنا القادم إليكم لينقذكم. ما
من الضياع والهلاك. أنا القادم إليكم لينقذكم من الضياع والهلاك. نظريتي بين أيديكم، فاقرؤوها قبل أن يحل بكم الهلاك يا غدر. أنا لن أيأس، وسوف أنقذكم من الضياع والهلاك.